صباح النور عليكم احبابي كثيرين، نتمنى ان شاء الله اجي الويكا صباح الخير. احكي دايرين لاباس عليكم؟ يلا فايقين، تعرفوا دابا شحال بشقلين مبوقين عيينو مزعينا. وقتها ضروري خاص نمشيو نحيدو علينا الوراق، نحيدو علينا بزاف ديال الحوايج تابعينا. غبرت عليكم هاد الايام، عطيت لراسي الراحة تامه. كنت مريضه الصراحه، ولكن هاد الايام الحمد لله ارتاحيت، سمحوا لي بزاف على الغيبه. فاليوم غندير الوليده ديالي، ندير البصمات، ندير هادو خمسه. شوف الا درتي شي جريمه يشدوك باش وكتب. انا عمري ما يشدوني الحمد لله، راه داك اللي غيجي يشدني غيشوف صورتي يقول عاشا حيه عاشا يشدونا. كنضحكوا فعلا اليوم ان شاء الله. الحمد لله بدا ارتحيتي. لا ارتحيت. شوفوا اهم حاجه ان خرج لي هذا التحليل الحمد لله بخير بخير، ما فيها حتى شي حاجه اللهم لك الحمد. وما نكذبش عليكم، هاد الايام كل يعني غير في الدار مرتاحين، حاولت نخلي راسي نرتاح، يعني نرتاح نفسيا وجسديا فعلا. وشاركناكم بزاف ديال الفيديوهات مع يوميات المزروعه، انا فعلا ما كانتش عندي الطاقه انني نصور، انني ندير حتى شي حاجه غير ناعسه في النمسيه، يعني ناعسه على ظهري. والحمد لله رب العالمين حسيت براسي شويه مرتاحه. فاليوم ان شاء الله غادي نفطروا انا وماما الغيضيه ونمشيو باش ندير البصمات، باش من بعد ان شاء الله يعطيوها الاي دي. صافي من بعد غادي نمشي نلصق ليها الفيزا في الباسبور ان شاء الله. عندي الفيزا وباسبور الله ونمشي كلهم فضل الدعوات ديالكم وفضل الدعوات ديال الله سبحانه وتعالى. نشكركم بزاف لدعمكم للقناة ديالها وديالي وديال خالد المزروعي. كنشكركم، راكم عزاز وغاليين. الله يطول لينا عمركم. غادي نفطروا دابا، نجيب دغيا فطيره خفيفه ونهائي. يلا نمشيو مع الوليده نديروا فطور خفيف ظريف. شوفوا شوفوا تبارك الله الجو، تخيلوا البارحه فطرنا في الجردة. واو واحد الاحساس زوين، والجو دابا ما حارش. ماما نفطروا برا؟ كاين الطبله هنايا. البارح خرجنا الطبله الكبيره فطرنا برا، الصراحه واحد الجو غزال. خويت الدنيا هنايا، حيدت عليا داك البيسين، كان شاد ليا مساحه بزاف هنايا. باغا نرجع نغرس الخضار اللي كنت دايره. هذا راه باقي على القرعه وفلفله، تما كاينه ثاني الفلفله، وكاين هنا الربيع. شوفوا هذا النعناع، شفتوا النعناع صغيور؟ فمازال خاصني نزيد نزرع. الصراحه انا كنموت على الزراعه، كيعجبني الدار تكون فيها كزراعه، وتكون فيها يعني تكون فيها حديقة، يعني تكون الغرس وتشوفوا الاشياء زوينه. وكيعجبني ناخذ شي حاجه اللي اورغانيك، شي حاجه اللي يعني بيو، ما فيها حتى شي مواد وما فيها حتى شي كيميكلز. فهاد الشيء اللي كاين مازال هنا جالسين. يلا فصلت واحد الجلسه ان شاء الله غادي نديرها. وهذا الشيء اللي كاين، وانتم معانا والوالده البيضات ميزه حطوا البيضه. احبابي بغيت غير نحل واحد القوس بسيط ونسدو، ولاخر مره غادي ندوي في هذا الموضوع هذا اللي هو موضوع القنوات الصغيره. اكتشفت مؤخرا ان مديرين واحد الجروب. صح، شكرا للاخوات اللي قالوا لي هذه القضيه هذه، لان انا كنت في غنى تماما على هذا الموضوع هذا. انا ما عمرني ما خصصت شي شخص او لا شي انسان انها تجمع لي الناس باش انني انا ندير لهم الدعم. انا عمرني خديت درهم واحد باش ندعم شي حد، هذه في حياتي من اول ما بديت اليوتيوب لحد الان الحمد لله. اي حد كندعمه كندعمه بالمجان، وما عمرني طلبت شي حاجه من شي حد باش يدعمني انا شخصيا الحمد لله. نفس ما عرفت بداياتي بديت تقاتلت، والشكر الخاص للاخ يوسف الشنقاوي، هو الوحيد اللي دعمني والحمد لله انه هو دعمني. من بعدها ما عمرني طلبت الدعم من حتى شي حد، عمر شي حد طلع لي قناتي، ما عمرني استغليت حتى شي حد باش نطلع قناتي. فانا كنتمنى كذلك الناس ما تستغلش الاسم ديالي وتنصب على عباد الله. المشكله ماشي بس انهم يديروا دعم بالمجان، لا، طالبين من الناس فلوس. يعني نفس السيده مصيفطه ليا السكرينات قالت لك دايرين ولاد شي ما عرفتش بحال داخله لعند الجزار كيتهواو. يعني الا بغيت مثلا حاطه لهم ميزه غتحطك في المنتدى
ما نعرفش حل من النهار تخلصيها 1000 درهم. اذا بغيتي تهضر عليك في الفيديو 2000 درهم. واش نحل ريستور وانا ما كنتش عارفه. والله العظيم هاد الناس راه جهلوا، راه تصطيه هي هادي وحشومه والله الا حشومه. تستغلوا يعني بعضياتكم، تستغلوا ولاد بلادكم على قبل الفلوس. الله ينعل بهاد الفلوس اللي غادي نحط انا فلوس ب 1000 درهم باش تحطني في المنتدى وما نعرفش شنو هو. والله الا حشومه البنات. ف انا كنفي هذا الموضوع نهائيا، انا ليست لي علاقه باي حد، انا ما صفت حتى شي حد باش يجمع لي الناس. انا الحمد لله كنحط غير بوست واحد، والبارح راه حطيته الاخوات لنا بزاف بقاو كيتسناو مني هذه القضيه هذه. بوست واحد هذا اللي فيه الصوره ديالي، هذه ماشي اول مره انا كندير هذه القضيه، دائما كندير هذه القضيه. كل مره كنحط صوره ولا اي حاجه وكنخلي الناس تحط لي روابط القنوات ديالها وكندعمها من خلال الفيديوهاتي فابور. عمرني خديت درهم واحد. فكنتمنى ان هذا الشيء يوقف، لان حشومه انسان يطلع قناته ويبدا يتاوى مع عباد الله، يبدا ياخذ فلوس من الناس. انا ضد هذه القضيه، هذا رايي الشخصي يحترم. فاليوم اول قناه غادي يتم الدعم ديالها هي منى شانل. ندخلوا نشوفوا الاخت منى. انا شنو كندير، انا كندير اشتراك للقناه باش نعقل، حيت انا شويه مخي فيه زهايمر. انا درت ليها سبسكرايب وفعلت الجرس باش نعقل على انني انا دعمت هذه القناه. فانا على ما كنشوف في الفيديوهات اخت ما شاء الله محجبه غزيوله، كدير باقي روتينات ياك، وكدير كذلك شكلات بالنكهات مختلفة. فكنتمنى انكم تدعموها. فالبنات انا غادي ناخذ محضر الجد، فاي قناة حطيت لكم كنتمنى انهم تدعموه. انا فعلا اي حد كيحط في المنتدى فإلا مساكن محتاجين الدعم. فهذه اول قناة، وام ما شاء الله عليها انا كنشوف عندها وليدات صغار دايرة معاهم تحديات. فكنتمنى انكم تدعموها. فهذه اول قناة اللي هي الاخت منى شانل، هي هادي راه السيده دايره الحجاب في القناه ديالها. وان شاء الله حظ موفق للقنوات الاخرى. فهذا اول كومنت بالنسبه للاخت منى، غادي نمسحو باش نعرف انني انا دعمتها في القناه، يعني باش ما تعاودش تحط مره اخرى. فهذا هو، غادي دابا نفطر ونرجع معاكم. اي على الوليده، اي شوف شوف الصاص. هاي 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 وكل فضل الله وفضلك بنتي، ما تستاهلي كل خير. بصراحه المخاوير جاوها واعرين، هذا اللي خدينا اخر مره العبايه زوين. هذه دارتها لي السيده مريم تبارك الله عليها، شوفوا من كيدير واعر زوين. زين نمشيو نزيدو داك الشيء بزاف، نزيدو المخاوير. شوف الديكور، هي عجبتها الديكور اللي فيها. هاي 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 يلا نمشي، يلا نمشي. شو كضحك. وجينا للدار الحمد لله سالينا. دارت ماما البصمات. المشكله اني نسيت ما هزيناش الاي دي ديال خالد، وضروري ضروري ضروري الاي دي باش يثبتوا ليها الاقامه في الباسبور. فقلت خليه من بعد مني يجي. اجي ميمتي الحمد لله، من بعد ان شاء الله مني يجي ونمشي نثبت ليها الاقامه وصافي، ويوصلوها الاي دي ويوصلها كل شيء ان شاء الله. الحمد لله والشكر لله. شدي لنا اختي النيه بلغ من العمل. شدي لنا الغدر اللي بغيتي. اللي بغيتي انا اختي مشاية دجاج محمر. مرحبا مشاية، دينا اختي شوربه صافي. غتنضحك بصح دجاج. علاش انتي دايره دجاج محمر؟ والله ما غمستوش فيه. وصافي الصاله خوات، عطيتها الناس عزاز على قلبي. هي البنت اللي تدي لي صراحه الحنه، عطيتها ليها وتستاهلها تستاهل تستاهلها. فصافي دابا بقى انني ندير الباركي ونجيب صاله جديده باش نبداو حياه جديده. انا فرحانه، ان هي فرحانه مسكينه، قالت لي انا فرحانه بزاف انك عطيتها لي. قلت لها وعدتك نكفي بالوعد ديالي. فهذا هو الصراحه خويت الصاله، الانسان يعطي مناش يعطي، مناش يجيب ليه الله سبحانه وتعالى مناش يعطي. والله انا كنفضل الانسان يدير الخير ويخليه. شحال جاتني فرصه بزاف ديال الاخوات يقول لي عافاك نشريو من
عندك هاد الصالة وهذا، ولكن ها انت غتبيعيها، ها انت غتدي الفلوس، ماشي بحال واحد الدعوة ديال الخير غتبقى معاك حياتك كلها. والله العظيم فلوس كلشي كيتعوض، انا ما عرفتش ليش كنفكر بهذه الطريقة، كنقول كلشي كيتعوض، يعني انا الفلوس انا اللي كنديرهم ماشي هما اللي كيديروني. والله يرزقنا مناش نعطيو يا ربي. ف امين. هنا ماما مسكينة مريضة 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 مهلوكة، ناض لها الظهر دابا الله يستر وصافي. فهنا غادي نوصلوا حبيبه دي، الله يحفظك ليا. فهنا نوصل لنهايه ديال الفيديو، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه. شوفوك اخوات الصراحه الصاله مسكينه هاد الثريات هي غتبدل، كلشي غيتبدل ان شاء الله صافي. واو امين. اما هادشي كما تقولوا خنز الدنيا، الله يرضى بالصح. فان شاء الله غدا ندير هنايا الباركي الذي درتو، خليه مفاجاه ياك حتى يشوفوا هادشي كامل غادي يتبدل كلشي. امين.